تحية عاجرة، صباح الخير. مدخل بعنوان الوظيفة الاجتماعية للأخلاق الدينية عند ماكس فيبر. كان ماكس ميليان فيبر مولود في 21 أبريل 1864، متوفي 14 يوليو 1920، عالم اقتصاد وسياسي ألماني وعالم اجتماع، يعتبر أحد مؤسسي الدراسة الحديثة المضادة للوضعية لعلم في علم الاجتماع والإدارة العامة. تتناول أعمال رئيسية علم الاجتماع، الدين، علم السياسة، الحكومة. لكنه كتب أيضا الكثير في مجال الاقتصاد. أكثر أعماله الشهرة هي مقالته الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية، والتي بدأ عمله في علم الاجتماع الديني. جادل فيبر بأن الدين كان أحد الأسباب الرئيسية للطرق المختلفة التي تطورت بها ثقافات الغرب والشرق. صرح فيبر أن العالم الحديث كان خاليا من الآلهة لأننا طردناه بعيدا، وكان يخشى أن يؤدي فقدان المثل والالتزام الديني إلى تعريض المجتمع البشري للخطر، مما أدى إلى تحوله إلى سجن يحاصر فيه نوع البشر بلا روح. بينما أثبت القرن العشرين صحة أفكار من نواحي عديدة، فإن الإيمان الشخصي القوي بالله ربما سمح لفيبر بإدراك أن الله لن يتخلى عن نوع البشر، عن الإنسان، سيساعده. يعني ربما الأفكار والآراء بالنسبة لفيبر، يعني ما هي أفكاره وما هي إنجازاته. كان ماكس فيبر إلى جانب كارل ماركس ودوركيم وفيل فريدو باريتو أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث، في حين أن باريتو ودوركيم بعد أوغست كونت عملوا في التقليد الوضعي. ابتكر فيبر وعمل مثل فيرنر سون بارت في التقليد المناهض للوضعية، وانتمى إلى التيار المثالي والهرمنوتيقي التأويلي. بدأت تلك الأعمال الثورة المضادة للوضعية في العلوم الاجتماعية، والتي شددت على الفرق بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، خاصة بسبب الإجراءات الاجتماعية البشرية. كان عمل فيبر المبكر مرتبطا بعلم الاجتماع الصناعي، لكنه اشتهر بعمله الأخير في علم الاجتماع الدين وعلم الاجتماع الحكومة. بدأ ماكس فيبر دراسته عن التبرير في كتاب الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية، حيث أظهر كيف تحولت أهداف بعض الطوائف البروتستانتية ولا سيما الكالفانية نحو الوسائل العقلانية للمكاسب الاقتصادية كطريقة للتعبير عن أنها نعمة إلهية. وجادل يعني بأن الجذور العقلانية لهذه العقيدة سرعان ما نمت غير متوافقة مع البنى الدينية، الأطر الدينية وأكبر منها، وبالتالي تم تشغيل هذه البنى الدينية في النهاية. واصل فيبر تحقيقه في هذه المسألة في أعمال لاحقة، لا سيما في دراسات حول البيروقراطية وتصنيفات السلطة. نبدأ في النظريات، على مستوى النظريات التي أتى بها فيبر علم الاجتماع الديني. بدأ عمل فيبر في علم الاجتماع الديني بمقالة الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية، واستمر بتحليل دين الصين الكونفوشيوسية والطاوية، ودين الهند، علم الاجتماع الهندوسية والبوذية واليهودية القديمة. كانت موضوعات الرئيسية الثلاث هي تأثير الأفكار الدينية على الأنشطة الاقتصادية، والعلاقة بين تقسيم الطبق الاجتماعي والأفكار الدينية، والخصائص المميزة للحضارة الغربية. وكان هدفه إيجاد أسباب لمسارات التنمية المختلفة لثقافتي الغرب والشرق. في تحليل النتائج التي توصل إليها، أكد فيبر أن الأفكار الدينية البروتستانتية على نطاق أوسع كان لها تأثير كبير على تطور النظام الاقتصادي الأوروبي والولايات المتحدة، ربما يعني إنجلترا وبريطانيا، لكنه أشار إلى أنها لم تكن العوامل الوحيدة في هذا التطور. حدد فيبر خيبة الأمل في العالم، أو فك نزع الهالة أو السحر، سحر يعني عن العالم، باعتبار جانب مميز مهم للثقافة الغربية. نبدأ أولا بمقالته الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية. اعتبر مقال فيبر الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية أشهر أعماله. هنا ترى فيبر أطروعة مثيرة للجدل، مفاده أن الأخلاق البروتستانتية أثرت في تطور الرأسمالية. عادة ما كان التفاني الديني مصعوب برفض الشؤون الدنيوية بما في ذلك السعي الاقتصادي. لماذا لم يكن هذا هو الحال مع البروتستانتية؟ تناول فيبر هذا المفارق في مقالته، وجد إجابته في الأفكار الدينية للإصلاح. جادل فيبر بأن بعض الأفكار البروتستانتية ولا سيما فهم جون كالفن القصر المسبق الذي لا يستطيع الخطاة معرفة ما إذا كان جزءا من
البشر المختارين من الله الذين تمنح لهم نعمة الخلاص، فظلوا السعي العقلاني لتحقيق مكاسب اقتصادية وأنشطة دنيوية. أدى عدم الأمان الناجع من جانب البروتستانت وخوفهم من الإدانة الأبدية إلى البحث عن إشارات تشير إلى توجيه الله لحياتهم وتأكيد سلوكهم الصحيح. وكذا أصبح العمل الجاد الذي تلاه النجاح المالي هو سمة مميزة لنعمة الله. لجانب جهد الدين التقليدي شجعت هذه الأفكار الناس على تجميع الثروة. لم يكن هدف تلك الأفكار الدينية بل نتيجة ثانوية منطق متأصل لتلك المذاهب والنصائح المبنية عليها بشكل مباشر وغير مباشر شجعت التخطيط وإنكار الذات في سعي لتحقيق مكاسب اقتصادية. لم تقتصر الروح الرأسمالية على العمل الجاد وريادة الأعمال من جانب البروتستانت فحسب، بل شمت أيضا إحساسا بالإشراف على المكاسب الناتجة، لأنه إذا لم يتم البحث عن المال من أجل الرفاهية أو الانغماس في الذات ولكن كتأكيد أخلاقي، فإن الاقتصاد وإعادة الاستثمار في المؤسسات الجديرة أصبحت ممارسات اقتصادية عادية. بعد يعني مقال الأول الأخلاق يعني البروتستانتية وروح الرأسمالية، اشتغل على دين السين الكونفوشيوسية والطاوية. دين السين كانت الكونفوشيوسية والطاوية ثاني أكبر أعمال فيبر في علم الاجتماع الديني. ركز فيبر على جوانب المجتمع الصيني الذي كان مختلف عن تلك الموجودة في أوروبا الغربية والمتناقض بشكل خاص مع التزمت. طرح سؤال: لماذا لم تتطور الرأسمالية في الصين؟ كما هو الحال في أوروبا تم إنشاء المدن الصينية كحصون أو مساكن للزعماء وكانت مراكز للتجارة والحروف اليدوية، ومع ذلك لم يتلقوا مطلق الاستقلال السياسي ولم يكن لمواطنيهم حقوق أو امتيازات سياسية خاصة. ورجع ذلك إلى قوة روابط القرابة التي تنبع من المعتقدات الدينية في أرواح الأجداد. أيضا تنافست النقابات مع بعضها البعض لصالح الإمبراطور ولم تتحد أبدا من أجل النظام من أجل مزيد من الحقوق للعمال. لذلك لم يشكل سكان المدن الصينية أبدا طبقة مكانة منفصلة مثل سكان المدن الأوروبية. وأكد فيبر أنه بدلا من التخمينات الميتافيزيقية علامة الكونفوشيوسية التكيف مع العالم، يجب أن يبتعد البشر المتفوقين المثقفون عن السعي وراء الثروة ولكن ليس عن الثروة نفسها. لذلك كان من المفضل أن تصبح موظفا مدنيا على أن تصبح رجل أعمال، ومنح مكان أعلى بكثير. لم يكن لدى الحضارة الصينية نبوءة دينية ولا طبقة كهنوتية قوية. كان الإمبراطور هو الكيان الأكبر لدين الدولة والحاكم الأعلى، ولكن تم التسامح أيضا مع الطوائف الشعبية، ولكن تم تقليص الطموحات السياسية للكهنة. يشكل هذا تناقضا حادا مع أوروبا في العصور الوسطى، حيث حدت الكنيسة من سلطة الحكام العلمانيين واعتنق نفس الإيمان للحكام وعامة الناس على حد سواء. وفقا لفيبر تمثل الكونفوشيوسية والتزمت نوعين شاملين ولكنهم متعارضين من التبرير، كل منهما يحاول ترتيب الحياة البشرية وفقا لمعتقدات دينية نهائية معينة. ومع ذلك كانت الكونفوشيوسية تهدف إلى الوصول إلى مكانة مثقفة والحفاظ عليها واستخدامتها كوسيلة للتكيف مع العالم والتعليم والكمال الذاتي والتأدب والتقوى الأسري. بعد دين الصين قام بدراسة دين الهند، علم الاجتماع الهندوسي والبوذي. دين الهند كان علم الاجتماع الهندوسي والبوذي وثالث عمل رئيسي لفيبر في علم الاجتماع الدين. في هذا العمل تعامل مع بنية المجتمع الهندي والمذاهب الأرثوذكسية الهندوسية والمذاهب البوذية غير التقليدية والتعديلات التي أحدثها تأثير التدين الشعبي، وأخيرا مع تأثير المعتقدات الدينية على الأخلاق العلمانية للمجتمع الهندي. تم تشكيل النظام الاجتماعي الهندي من خلال مفهوم الطبقة، لقد ربط بشكل مباشر المعتقد الديني فصل المجتمع في مجموعات الوضع. تألف النظام الطبقي من البراهمة الكاهنة والكشاتريا المحاربين والفايزيا التجار وصدر العمال والمنبوذين. وقد أولى فيبر اهتمام خاص للبراهميين يعني الكهنة، وقام بتحديد سبب احتلال من أعلى مراكز في المجتمع الهندي لقرون عديدة. فيما يتعلق بمفهوم دارما خلص إلى أن التعددية الأخلاقية الهندية تختلف تماما عن الأخلاق العالمية الكونفوشيوسية والمسيحية، وأشار إلى أن النظام الطبقي منع تطور مجموعات الوضع الحضري. بعد ذلك حلل فيبر المعتقدات الدينية الهندوسية بما في ذلك الزهد والنظر الهندوسي للعالم ومذاهب البراهمان الأرثوذكسية وصعود وسقوط البوذية في الهند واستعادة الهندوس والتطور من المعلمين والمثقفين. لاحظ فكرة النظام العالمي الثابت الذي يتكون من الدورات الأبدية للولادة الجديدة وإهمال العالم الدنيا. وجد أن النظام الطبقي التقليدي يدعم من الدين أبطأ التنمية الاقتصادية في دول الشرق الأدنى، كما تميزت عن نبوءة البر الآسيوي الذي منع دول الغرب من اتباع مسارات التنمية التي ميزتها الصين والهند. كما كان عمله التالي اليهودية القديمة محاولة لإثبات هذه النظرية.
إذن في اليهودية القديمة ووراء عمل رئيسي له في علم المجتمع الديني، حاول فيبر شرح مجموعة الظروف التي كانت مسؤولة عن الاختلافات المبكرة بين التدين الشرقي والغربي، إنه مرئي بشكل خاص عندما يتناقض الزهر بين العالم الذي طورته المسيحية الغربية مع التأمل الصوفي من النوع الذي نشأ في الهند. لاحظ فيبر أن بعض جوانب المسيحية سعت إلى غزو العالم وتغييره بدل من الانسحاب من عيوبه. هذه السمة الأساسية للمسيحية عند مقارنتها بأدين الشرق الأقصى تنبع في الأصل من النبوء اليهودية القديمة، واضح عن أسبابها في التحقيق في اليهودية القديمة. كتب فيبر: ما يلي أي شخص وريث لتقاليد الحضارة الأوروبية الحديثة سوف يتعامل مع مشاكل التاريخ العالمي بمجموعة من الأسئلة والتي تبدو له حتمية وشرعية. ستتحول هذه الأسئلة إلى مجموعة من الظروف التي أدت إلى ظهور ظواهر ثقافية غربية فريدة والتي لها في نفس الوقت أهمية ثقافية عالمية. هل لفيبر يعني التفاعل بين البدو والمدن والرعاة والفلاحون ما في ذلك الصراعات بينهم وصعود وسقوط نظام الملك الموحد؟ يظهر في وقت النظام الملك الموحد على أنه مجرد حلقة تقسم فترة الكونفدرالية منذ الخروج الجماعي والاستيطان الإسرائيليين في فلسطين من فترة الانهيار السياسي التي أعقبت تقسيم الملكية. هذا التقسيم إلى فترات له أثار كبير على التاريخ الديني، منذ أن صيغت المبادئ الأساسية لليهودية خلال فترة الكونفدرالية الإسرائيلية وبعد سقوط نظام الملك الموحد، وقد أصبحت أساس الحركة النبوية التي تركت انطباع دائم في الحضارة الغربية، لكنها كانت حاسمة لظهور دولة الغرب الحديث، حيث كانت تأثيراتها يعني بنفس أهمية الثقافات الهيلينستية والرومانية. نأتي الآن إلى علم الاجتماع السياسة والحكومة. في علم الاجتماع السياسة والحكومة تعتبر السياسة كمهنة من أهم مقال فيبر. هنا كشف فيبر عن تعريف الدولة الذي أصبح محوريا جدا في فكر الاجتماع الغربي. الدولة هي ذلك الكيان الذي يملك احتكارا للاستخدام المشروع للقوة المادية والذي قد يختار تفويضه كما يراه مناسبا. يجب فهم السياسة على أن أي نشاط قد تنخرط فيه الدولة من أجل التأثير على التوزيع النسبي ل القوة أو والسلطة. يجب أن لا يكون السياسي رجلا من الأخلاق المسيحية الحقيقية الذي يفهمها فيبر على أن أخلاقيات العظة على الجبل أي الوصية بقلب الخد الآخر. يجب بالأحرى أن يفهم متمسك مثل هذه الأخلاق على أنه قديس، لأن القديسين فقط وفقا لفيبر هم من يمكنهم اتباعه بشكل مناسب. العالم السياسي ليس عالم القديسيين. يجب على السياسي أن يتزوج من أخلاق الغايات النهائية وأخلاق المسؤولية. يجب أن يمتلك كل من شغف مهنته والقدرة على إبعاد نفسه عن موضوع جهوده المحكومين، هيمنة والسلطة، الهيمنة الكاريزماتية والعائلية والدينية، والهيمنة التقليدية الأبوية والإقطاع، والهيمنة القانونية القانون الحديث والدولة بيروقراطية. في رأيه كل علاقة تاريخية بين الحكام والمحكومين تحتوي على عناصر يمكن تحليل على أساس هذا التمييز الثلاثي، كما أشار إلى أن عدم استقرار السلطة الكاريزماتية يجبرها حتما على الروتين في شكل أكثر تنظيم للسلطة. تنسب العديد من جوانب الإدارة العامة الحديثة إلى فيبر. يطلق على الخدمة المدنية الكلاسيكية المنظمة بشكل هرمي من نوع القارئ اسم الخدمة المدنية الفيبرية، على الرغم من أن هذا ليس سوى نوع واحد مثالي من الإدارة العامة والحكومة الموصوفة في كتابها الرائع الاقتصاد والمجتمع الذي نشر 1922. في هذا العمل أوضع فيبر وصف الترشيد الذي تعتبر بيروقراطية جزء منه كتحول من منظمة وعمل موجهين نحو القيمة سلطة تقليدية وسلطة كاريزماتية إلى منظمة وعمل موجهين نحو الهدف سلطة قانونية عقلانية. والنتيجة حسب فيبر هي ليلة قطبية من الظلام الجليدي. هذا يحبس التبرير المتزايد حيث أن الإنسان الأفراد في قفص حديدي لسيطرة العقلانية القائمة على القواعد، كما أدت دراسات فيبر البيروقراطية إلى توصيله إلى الدقة التنبؤ بأن الاشتراكية في روسيا ستؤدي بسبب إلغاء السوق الحرة وآلياتها إلى الإفراط في البيروقراطية. واضح في على سبيل المثال في اقتصاد النقص بدلا من إضمحلال الدولة كما تنبأ كارل ماركس سيحدث في مجتمع شيوعي. لفيبر أيضا أفكار اقتصادية في علاقة بالدين، في حين أنا ماكس فيبر معروف معترف به اليوم كواحد من علماء الرائدين مؤسسي علم الاجتماع الحديث، فقد أنجز أيضا الكثير في مجال الاقتصاد، ومع ذلك خلال حياته لم يكن الاقتصاد متطورا كما هو عليه اليوم. من وجهة نظر الاقتصاديين يعتبر فيبر ممثل المدرسة التاريخية الألمانية الصغرى، إذ أن أكثر مساهمته قيمة في هذا المجال هي عمله الشهير الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية. نقش هذا المقال الاختلافات بين الأديان والثورة النسبية لأتباعها. تماشى عمل فيبر مع طروحة فيرنر سومبارت عن نفس الظاهرة، والتي مع ذلك
حدث صعود الرأسمالية في اليهودية. اعترف فيبر بأن المجتمعات الرأسمالية كانت موجودة قبل الكالفاني، ومع ذلك قال إنه في تلك الحالات لم تدعم آراء الدينية المشروع الرأسمالي بل حدته، يعني قال من أظافره. فقط الأخلاق البروتستانتية قائمة على المذهب الكالفاني، دعم بنشاط تراكم رأس المال كعلامة على نعمة الله. مساهمات فيبر الرأسية الأخرى في الاقتصاد وكذلك في العلوم الاجتماعية بشكل عام هي عملية في المنهجية، نظرية المعروفة باسم الفهم أو علم الاجتماع التفسيري، ومناهضة الوضعية المعروف باسم علم الاجتماع الإنساني. صاغ ماكس فيبر نظرية من ثلاث مكونات لطبقة مع الطبقة الاجتماعية، وفئة الحالة وفئة الحزب أو الطبقة السياسية كعناصر متميزة من الناحية المفاهيمية. تعتمد الطبقة الاجتماعية على علاقة محددة اقتصادية بالسوق، مالك، مستأجر، موظف إلى آخره. تعتمد فئة الحالة على الصفات غير الاقتصادية مثل الشرف والهيبة والدين. تشير فئة الحزب إلى الانتماءات في المجال السياسي وجميع أبعاد ثلاث لها عواقب على ما أسمى فيبر فرص الحياة. ورأى فيبر أن علم الاقتصاد يجب أن يكون علما واسعا لا يشمل الظواهر الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضا الظواهر غير الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد، الظواهر الاقتصادية ذات السيلة، والظواهر غير الاقتصادية التي إلى حد ما قد تأثر بالظواهر الاقتصادية، ظواهر مشروطة اقتصادية. كان الاسم الذي أطلقه فيبر على هذا النوع الواسع من الاقتصاد هو الاقتصاد الاجتماعي. قد وفر فكر فيبر في هذا المجال منبر لحوار مثمر متعدد التخصصات بين الاقتصاديين وعلماء الاجتماع. لفهم منظور فيبر يمكن المرء أن يتجاهل القيمة التي وضعها للتاريخ الاقتصادي وعلم الاجتماع الاقتصادي في دراسة النظرية الاقتصادية. خاتمة الآن، كانت لنظرية فيبر الاجتماعية تأثير كبير على المجتمع القرن العشرين، دور مفهوم الأنواع المثالية والتي كانت أمثلة على مواقف التاريخ يمكن استخدامها كنقاط مرجعية للمقارنة بين المجتمعات المختلفة. وحلل هذا المنهج العناصر الأساسية للمؤسسات الاجتماعية وفحص كيفية ارتباط هذه العناصر بعضها ببعض. سمحت دراسته لعلم الاجتماع الدين بمستوى جديد من الفهم والتحقيق عبر الثقافات. من خلال عمله المشهور أخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية، كان ماكس فيبر من أوائل العلماء الذين أكدوا على الأبعاد الأخلاقية والروحية للسلوك الاقتصادي. لا يزال تحليل الظروف الروحية والأخلاقية للإنتاجية الاقتصادية الناجحة مصدر إلهام لعلماء الاجتماع المعاصرين وغيرهم من المفكرين، كما كان لأفكاره وفهمه فيما يتعلق بنقاط ضعف الرأسمالية تأثير طويل الأمد، وخلص إلى أن الروح الرأسمالية ولدت من التوترات النفسية التي تميل الالتزامات اللاهوتية الكالفانية إلى خلقها في أذهان المؤمنين وليس نتيجة التفاني الديني الخالص. وفقا لفيبر فإن القلق وشعور بالوعد الداخلية الناجمين عن العقيدة الكالفانية عن الأقدار خلق قوة دافعة مستهلكة بالكامل في أذهان المؤمنين، مما أجبرهم على استعباد أنفسهم بالسعي المادي مع خلق زيادة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية في الوقت نفسه. لاحظ أيضا أنه بمجرد انفصال الرأسمالية عن مشاعرهم الدينية تطورت إلى أخلاق علمانية ذات قوة لها ودفية، مما أدي إلى تشويه سمعة الرأسماليين على أنهم متخصصون بلا روح وحواس بلا قلب. كان فيبر مستقلا بشدة ورفض الانحناء لأي خط إيديولوجي، على الرغم من أنه دخل بشكل متكرر إلى ساحة سياسية، إلا أنه لم يكن حقا رجلا سياسيا قادرا على تقديم تنازليات في السعي لتحقيق أهدافه. وفقا لتعريف فيبر نفسه، لأن الإنسان قد يعني أن الناس قد طردوه بعيدا، فقد حل التبرير محل التصوف. قد رأى العالم المستقبلي كواحد دون شعور أو شغف أو التزام غير متأثر بالنداء الشخصي والوراء الشخصي والنعمة وأخلاق الأبطال الكاريزماتيين. من ناحية عديدة حقق القرن العشرين مخاوف العميقة، لكنه شهد أيضا ولادة تطور مذهل في جميع مجالات الحياة البشرية. وردت يعني كلمات فيبر الأخيرة كانت الحقيقة هي الحقيقة. هذا العملاق الفكر الذي يعاني من تطورات عميقة سببه علاقاته مع عائلته وبسبب الجو السياسي القمعي حاصر أخيرا حوصل أخيرا بالظروف في مقدار الحقيقة التي يمكن أن يكشفها. فما هو تفسير فيبر لنظرية الدين؟ يعني من خلال مفارقة تتفق تماما مع نظرية فيبر العلاقة بين نوايا الفاعلين والمعنى التاريخي لأفعالهم، فإن أهم مساهمة قدمها ماكس فيبر في علم الاجتماع الدين تقع بلا شك في مجال آخر تماما غير ذلك الذي كان هو عليه. اختار من أجل مواجهته المستمرة مع ماركس، إذا كان ماكس فيبر في جهوده الدؤوبة لإثبات الفاعلية التاريخية للمعتقدات الدينية ضد أكثر التعبيرات المختزلة للنظرية الماركسية، فقد أدى أحيانا إلى تمجيد الكاريزما التي كما أشرنا لا تخلو من استحضار فلسفة بطولية التاريخ على طريقة كارل
لا على سبيل المثال عندما وصف القائد الكاريزمي بأنه القوة الثورية الإبداعية للتاريخ على وجه التحديد، فظل الحقيقة أنه يوفر له حتى وسائل الهروب من البديل التبسيطي للتحليلات الأكثر غموضا، أي التنقل بين أوهام الاستقلالية المطلقة التي تؤدي إلى تصور الرسالة الدينية على أنها انتفاضة مستوحاة، والنظرية الاختزالية التي تجعلها انعكاسا مباشرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية. إن بالفعل تسلط الضوء على ما يشترك في نسيان موقفين متعارضان ومتكاملان، وهما العمل الديني الذي يقوم به الفاعلون، المتحدثون الرسميون، المتخصصون، مخولون بالسلطة المؤسساتية أو غير ذلك، الاستجابة من هذا من خلال نوع معين من الممارسة أو الخطاب لفئة معينة من الاحتياجات الخاصة بفئات اجتماعية معينة. إذا هذه هي مداخلتنا حول يعني وظيفة يعني الأخلاق الدينية عند ماكس فيبر. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. إلى اللقاء، شكرا جزيلا لحسن انتباهكم.